مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض فطيرة الألفة. فطيرة جدا بسيطة وسهلة وطعمتها جدا طيبة. طبعا بتلاقوا المقادير كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. بالبداية هون بدي أحط أنا 3 أكواب من الطحين. طبعا أنا مستخدمة كوب المقاس، عليهم 2 كبار من السكر، 1 معلقة من الخميرة، ورشة صغيرة من الملح. رح أضيف عليهم كمان 2 معلقة من الزيت. خلطهم شوية صغيرة مع بعض. هلا بدي أنزل عليهم بالمي. المي طبعا أنا دفيتها شوي للمي، ما رح أعطيكم مقدار يعني معين من المي، انتو بتحطوا شوي شوي بتخلطوا لحتى تصير عندكم عجينة، لأنه كل طحين شكل. حطوا شوي شوي وعجنوا لحتى تصير عندكم عجينة متماسكة. بعد ما عجنتها وصارت هيك بهالشكل، رح أغطيها وأتركها تقريبا ساعة لحتى تتخمر. بدي أجهز هلا السكر. رح أحط 3 ملاعق من السكر، رح أحط عليهم 1 معلقة من القرفة. إذا احتجتوا كمان انتو بترجعوا يعني بتحطوا كمان شوية من السكر والقرفة مع بعض. صارت عندي العجينة كبه الشكل. هلا بدي افرق يعني مدة هيك لحتى تصير مثل الرول، لحتى اطلع منها الهواء. بطها هيك لحتى تصير مثل الكرات، حطن على جنب لحتى اشتغل فيهم كلياتهم. تقريبا صار عندي 6 قطع. رح ادهن هون شوي من الزيت لحتى يسهل علي اني افردها. بدي افردها لحتى تصير هيك بالطول يعني مثل المستطيل، وحاول ارتبها بايدي. دوبت هون شوي من السمنة، وفيكم تستخدموا الزبدة كمان اذا بدكم. وبدي ادهن العجينة عليها. رح احط هلا القرفة والسكر. رح افرد هلا وحدة تانية كمان جنبها نفس الطريقة، بفردها هيك بالطول. حاول اعملها كمان نفس القياس. بعدين هلا بشيلها وبحط عليها وبرتبها من عند الحواف. كمان الطبقة الثانية من العجين بدي ادهنها كمان بالسمنة. ورش عليها طبقة كمان من القرفة والسكر، وبكفي كامل العجينة بنفس الطريقة. بعد ما عملتهم كلهم هيك طبقات فوق بعضهم، الطبقة الأخيرة بس اللي على الوجه ما بنحط عليها شي، نترك هيك. هلا بدي أقطعه مثل الشرايط. وبصير بلفهم هيك على بعضهم، كل وحدة باتجاه كل جنب باتجاه لحتى تلف عندي بهالشكل. دهنت البايركس بشوية من الزيت لحتى ما تلزق عندي، وبلف عليها بهالشكل. بعمل وحدة تانية كمان، بلفها بنفس الطريقة. محل ما خلصت الأولى برجع بلف عليها، ببدأ بالتانية لحتى تكمل على كل البايركس. بعد ما عملتها بهالشكل هلا بدي اتركها لحتى ترتاح تقريبا بس ربع ساعة. بعد ما ارتاحت صارت هيك بهالشكل. بدي ادهنها انا هلا بشوي من البيض، وهذا اختياري. البيض طبعا حطيت له شوي من الفانيلا لحتى اروح زرخة البيض.
الحرش عليها كمان شوي من السمسم، وفيكم تتركوها كمان على حالها كمان بصير. هلا بتدخلها على الفرن على درجة حرارة 180، اشعل عليها من تحت بعدين من فوق. بعد ما طلعت من الفرن اخذت هاللون الحلو، شايفين المنظر ما احلى؟ طبعا هلا ريحته بتكون كتير كتير طيبة، طالعة من الفرن ريحة القرفة هيك معبية المطبخ. منظرها كتير كتير حلو وطعمتها جدا طيبة، رح فرجيكم كمان كيف بتكون من جوا. شايفين كيف مورق هيك توريق؟ عن جد كتير حلو، بسيط وسهل وطعمته كتير طيبة. بتمنى انكم تجربوه. اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا من اللايك والاشتراك، بحبكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.